هاي ما بعلي شنو خالد؟ ايه بعد العداد شنو خالد؟ كشو قلت لنا الرجي فوق شو معك؟ شوفني مشطيت وهاي واخذت تخويط ها ولبست هدوم ها وحضرت يا طغي قلت اليوم تنقلب شو كشو معك؟ كانت بيك مرض ما تهرب بيت لا غنبلة علينا هسة تنقلب هو بس الله يدري ايش وقت تنقلب كانت تجيني ما تقول لي ده يلا ده قل لي شو اسم امي ده يلا فنك ده يلا ده يلا فنك اللي عرفت ده يلا هسة وانت اسم امه ما تعرف تريد يوم القيامة تعرفه يا يوم لو يقول بالتسعة ونص وهي سبع الوحده.